أثرية تحولوا لمشروع استثماري، هذا ما يدور الحديث عنه هنا في تل الصياغة، أحد أبرز المواقع الأثرية في النجف. أجرينا اتصالا هاتفيا بمدير آثار النجف للاستعلامي عن كيفية تحول هذا الموقع لمشروع استثماري، ولكن الإجابة كانت: الجهاز مغلق أو خارج منطقة التغطية، يرجى الاتصال في وقت لاحق. وسرعان ما تحول الأمر إلى سخط شعبي هنا في مدينة الكوفة، حيث خرج عدد من وجهاء المدينة عن صمتهم وأعلنوا رفضهم استثمار هذه المنطقة الواقعة ما بين أحدى أكبر المساجد في العراق وجعلها مساحات خضراء كمتنفس للزائرين. نحن سكنة هذه المنطقة التي تربط ما بين الحرمين صاحب الزمان عجل الله ومسلم بن عقيل، نخاطب المسؤولين في بغداد ونخاطب المسؤولين في النجف. هذه المنطقة يريدون أن يعملون شقق سكنية في طريق صاحب الزمان، وأهل الكوفة بساداتها ووجهها ترفض هذا المشروع. ناشطون ومواطنون طالبوا الجهات المعنية ووزارة الثقافة والسياحة والآثار بالتدخل وإيقاف استثمار هذه المنطقة المهمة. احنا نطالب المسؤولين ونطالب الجهات المعنيه، نطالب الدكتور حسن ناظم وزير الاثار والسياحه، نطالب الدكتور ماجد محافظ النجف ان يوقف هذا المشروع، والا تكون لاهالي هذه المنطقه وقفه وتحويل هذه او تحويل هذه المنطقه الى منطقه مدينه للزائرين بدون ابنيه، مدينه استراحه للزائرين كونها مدينه مقدسه. قيل بانه سوف تكون مجمع سكني. المنطقة مو بحاجة لها مجمع سكني، الحمد لله والشكر نجف ترست مجمعات سكنية وماكو فقير حصل بها، كلها اللي أموره زينة والحمد لله ما حد حصل بها متر واحد. احنا نطالب أن تكون هاي المنطقة مدينة للزائرين، تسمى مدينة سفير الإمام الحسين مسلم بن عقيل للزائرين، لما هذا الطريق من أهمية. يعني أنا ابن هاي المنطقة، خلال هاي الزيارة الأربعينية ملايين الزائرين اتجهوا من مسجد الكوفة إلى مسجد السهلة باتجاه كربلاء. ويستعد عدد من الناشطين والمواطنين من أهل مدينة الكوفة إلى تنظيم وقفة احتجاجية رافضة لتحويل منطقة تل الصياغ للاستثمار بحسب ناشطين. من النجف محمد الغاربي، وان نيوز.